السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب من الأعزاء. نحكي الآن عن الجزء الثاني بالأناتومي في المنطقة، المنطقة هاي بسموها منطقة الإنجوانال أريا. في عندنا الفيمورال ترينجل، هذا موست كومن هيرنيا نوجدها إحنا في الفيمورال ترينجل، اللي هي عبارة عن فيمورال هيرنيا. بس هاي الهيرنيا بتكون بلو إنجوانال ليجمنت أو بلو إنجوانال كانال. إحنا كلنا بنعرف انه اخذنا قبل الانجوانال ايش كانال، الهرنة اللي بتمر داخل الانجوانال كانال يمكن تنزل للسكروتم، هاي سميناها احنا ايش اندايركت انجوانال هرنة، اللي هي الهرنة اللي بتيجي من هنا، هاي سميناها احنا اندايركت انجوانال هرنة. هاي الهرنة تيجي لترال للانفيرير بيجاستريك فيزل، يمكن تدخل من الديب انجوانال رينج تمر في الانجوانال كانال وتنزل على السكروتم، هاي سميناها indirect inguinal hernia، indirect inguinal IIH اللي هو indirect inguinal hernia. أما الهرنة اللي بتيجي medial inferior gastric vessel هاي بسموها direct inguinal hernia. بس في عندنا هرنة يمكن تيجي below inguinal ligament أو below inguinal canal هنا، هاي اللي شو اسمها، هاي اسمها femoral hernia. هاي بتيجي ضمن ترانجل اسمه هنا، هذا الترانجل اسمه فيمورال ترانجل. فلذلك لابد انه نعرف انه في عندنا هنا ترانجل اسمه فيمورال ترانجل. شو هذا الفيمورال ترانجل؟ كالاتي، فيمورال ترانجل شو الاشياء اللي بتمر في فيمورال ترانجل؟ لاحظوا في عندنا، عده ستراكشرز لازم نعرفهم، انا بحفظهم كالاتي طلاب تطلعوا. هذا هو الفيمورال ترانجل حسب ناخذ حدود الفيمورال ترانجل. الفيمورال ترانجل الابر بوردر، الفيمورال ترانجل هو من هون الابر بوردر اللي هو عباره عن الانجوانال ليجمنت. لاحظوا الانجوانال، في عندنا هسه راح نراجع هذا الشيء، في عندنا ترانجل اخر اسمه انجوانال ترانجل. هو هاي الانجوانال ترانجل هو هون بيجي، هذا هو الانجوانال ترانجل بيجي زي هنا او بسموه هيسلباك ترانجل. هذا الهيسلباك ترانجل زي هيك بيجي هنا زي هيك، وبيجي اللي هو من هنا هيك وهيك. هذا الترانجل اللي بتمر منه هذا الترانجل الانجوانال ترانجل بتمر مره زي ما شايفين هون زي ما رسمته هون، بمر منه انو هرنيا، بمر منه الدايركت انجوانال هرنيا، هاي سميناها احنا دايركت انجوانال هرنيا. هذا الدايركت انجوانال هرنيا بتمر من ترانجل اسمه هيسلباك ترانجل او انجوانال ترانجل. هذا الانجوانال ترانجل هو ابوف الانجوانال ايش كانال، والحد السفلي له، اللي هو شو اسمه الانجوانال ليجمنت او الانجوانال كانال. اما هنا الفيمورال ترانجل الحد العلوي له، لاحظوا هذا الحد العلوي هو الانجوانال كانال او الانجوانال ليجمنت. فلذلك ما تخلطوا هاي النقطه، لاحظوا الحد العلوي هي الانجوانال ليجمنت. الحد لو حكى لي اللاترال بوردر، هذا هو اللاترال بوردر. اللاترال بوردر هو عباره عن ميديال سايد اوف ذا ميديال سايد، هذا عباره عن اللترال بوردر. اللترال بوردر هو عباره عن الميديال سايد اوف ذا اللي هو سارتوريوس مسل، ميديال سايد او ميديال بوردر اوف ذا سارتوريوس مسل. والميديال بوردر الفيمورال ترانجل هذا هو الميديال بوردر، هاي العضله وهاي العضله، هاي عباره عن ايش؟ الدكتورندوس مسل، الميديال بوردر اوف ذا دكتورندوس مسل. هاي ننتبه لطلابنا اللي هو الحدود تبعون الفيمورال ترانجل. الفيمورال ترانجل موجود بايلاترال على اليمين وعلى الشمال، بمر داخل هذا الفيمورال ترانجل عندنا عدة شغلات، فهي بنحفظها احنا كلمة مستر، ليفاني، مستر ليفان اللي هي مستر ليفان. شو مستر ليفان؟ اللي هو مستر ام ميديال من الميديال ال مستر اللي ام ميديال، ال هي لمف نود اللي انجوانا لمف نود اللي عباره عن امبتي سبيس. هذا الامبتي سبيس هو المنطقه اللي يمكن نلاقي فيها الهرنيا. شو راح تكون؟ هاي تكون اللي هي فيمورال هرنيا. هسه بعديها في عندنا فيمورال فين، بعدين عندنا فيمورال ارتري، بعدين عندنا فيمورال ايش نيرف. كلمة مستر ليفان سواء هي من الميديال أم ميديال حديث الإيش اللاترال، هاي من الميديال من نصف الجسم، يعني لأنه أنا نصف الجسم هي هنا نصف الجسم إلى خارج الجسم. هنا لاحظوا مرة أخرى هي الفيمورال ترانجل، لاحظوا الفيز أوف الفيمورال ترانجل هو إنجوانال ليجمنت. اللاترال بوردر هو عبارة عن اللاترال بوردر عبارة عن ميديال بوردر أوف ذا سارتوريوس مسل. سارتوريوس مسل هي أطول عضلة بجسم الإنسان طبعا.
والميديال بوردر هو عبارة عن الميديال بوردر اوف ذا ادكتور لونجس مسلس. إذا ننتبه إنه هذول هم الحدود أو البوردرز في الفيمورال ترانجل. الداخل الفيمورال ترانجل في عنا عضلات طبعاً. العضلات في عنا العضلة هاي بسموها اللي هي إيش؟ العضلة انتبه طلابنا اللي هو هاي اللي اسمها الدكتور لونجس مصل، هاي بسموها الدكتور لونجس مصل. العضلة هاي بسموها بيكتينيوس مصل. هذول العضلات الثنتين هم موجودين إيش؟ موجودين ميديال. وعضلات موجودة لاترال في عنا اللي هي إيدي أكس مصل، هاي موجودة لاترال. وفي عنا سوس مصل، سوس إيش مصل. هذول الفلور أو هذول عبارة عن الفلور، الفلور العضلات الموجودة في الفلور طبعا إنجوان طبعا الفيمورال ترانجل. إذا الفلور from medial to lateral، من الميديال للاترال أول شيء في عنا الدكتور لونجس مصل، عنا بيكتينوس مصل، بعدين في عنا سوس ميجر، آخر شيء لاترال هو إلياكس مصل. الروف عبارة عن السكن والفيشيا، سوبرفيشال أند ديب إيش فيشيا. ننتبه لطلابنا البوردرز مهمة بيسألوا عنها الباوندرز أو البوردرز. في عنا البيز إنجوان الليجمنت هي مرة أخرى. اللاترال هو عبارة عن ميديال بوردر أوف ذا سارتوريوس مصل، والميديال هو عبارة عن ميديال بوردر أوف ذا الدكتور لونجس مصل. هسا هذا الفيمورال ترانجل. الأشياء اللي بتمر في الفيمورال ترانجل إحنا حكينا لكم إياها زي ما إحنا شايفين. في عنا اللي هو الأشياء اللي بتمر، في عنا اللي هي هنا زي ما إحنا شايفين هاي الفيمورال أرتري. هذا الفيمورال أرتري، هذا عبارة عن الفيمورال فين، هذا عبارة عن الفيمورال فين، وهون عندنا الفيمورال إيش نيرف، الفيمورال إيش نيرف زي ما إحنا شايفين. هاي فيمورال نيرف، هاي فيمورال أرتري، هاي فيمورال فين. إذا في عندي هنا إمبتي سبيس، طبعاً عندي إيش إمبتي سبيس، هنا إمبتي سبيس، وفي عندي هنا ليمف نود. في عندنا هنا إيش ليمف إيش نود، في عندنا ليمف نود. فننتبه لها هي الإنجوان اللي تجمد زي ما إحنا شايفين. وهنا عندنا ال هاي الدكتور لونجس مصل، الدكتور لونجس مصل هي عفواً، هاي هي الدكتور لونجس مصل، هاي الدكتور لونجس مصل، هاي عبارة عن إيه سارتوريوس مصل. فهيك صار عندنا الترانجل واضح جداً، واضح إيش جداً. طيب هسا هذا الفيزر شو اسمه هذا الفيزر الفين، هذا الفين اسمه جريت سافنس فين. جريت سافنس فين لاحظوا إنه بتصل مع الفيمورال فين في جنكشن اسمها، هاي بسموها المنطقة هون اللي هو سافن فيمورال جنكشن. طيب هسا the femoral sheath contain the femoral vessel. femoral sheath بيحتوي على ايش الفيمورال فيزل، سواء الفيمورال ارتري او الفيمورال فين. the femoral nerve which lie lateral to the artery. الفيمورال نيرف بيجي lateral للايش artery، يعني برا لبرا الارتري. and outside the femoral sheath، يعني برا الفيمورال ايش sheath، يعني الشيث بيحتوي على الفيمورال ارتري والفيمورال ايش فين، ما بيحتوي على الفيمورال نيرف. the triangle also contain fat and lymph node. الترانجل بيحتوي كمان على الفات وعلى lymph node. هكذا lymph node اللي هي موجودة ميديالي، lymph node موجودة إيش ميديالي. هذا بسموه له الفيمورال إيش شيث. في عنا الفيمورال شيث بيحتوي على الفين والإيش والأرتري. طيب هسا زي ما احنا شايفين هون هي من الميديال إلى اللاترال، نحفظ كلمة إيش اللي هي مستر لي فان. مستر لي فان اللي هو هاي من الميديال الى اللاترال. ال عباره عن الليمف نود اللي هي امتي سبيس، هاي الامتي سبيس اللي يمكن يمرق منها شو اسمه الهيرنا، الفيمورال هيرنا طبعا. وفي عندي الفان، فيمورال فين، بعدين فيمورال ارتري، بعدين فيمورال نيرف. ارجوك ركزوا عليها اللي هو هاي على فرض انه كنا نحكي انه هاي عباره عن السارتوريوس مصل، هاي عباره عن الدكتور لونجس مصل، هاي عباره عن الانجوان الليجمنت، هاي عباره عن الجهه اللاترال، هاي الجهة الميديال. فطلعوا شو عنا، عنا أول شيء اللي هو لاحظوا فان 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 اللي هو هيها فين أرتري نيرف أو كلمة مستر لي فان، ما ننتبه لها طلابنا. هاي الجهة الميديال، هاي الجهة الإيش اللاترال، هاي الجهة الميديال، هاي الجهة اللاترال، هاي الجهة الميديال، هاي الجهة اللاترال. ننتبه لها مكونات الهيرنيا. وين بتطلع الهيرنيا؟ غالبا بتطلع لاحظوا هي الهيرنيا، الهيرنيا هاي بسموها فيمورال هيرنيا. هاي الفيمورال هيرنيا اول شيء هاي تمثل سيرجيكال ايمرجنسي. ليش؟ لانها فيري هاي ريسك فور سترانجوليشن اند فور كومبليكيشن، لذلك هاي بدها ريبير از سون از بوسيبل، ما بنستنى عليها. هي انكومن هيرنيا. الموست كومن هيرنيا اوفر اول هي الاندايركت انجوانال هيرنيا. الاندايركت انجوانال هيرنيا ما نوت هاي ريسك فور كومبليكيشن الا عند الاطفال، عند الاطفال الشيلدرن او عند النيونات او عند الانفانت، لا هي هاي ريسك كومبليكيشن الانجوانال هيرنيا الاندايركت انجوانال، وبدها ريبير از سون از بوسيبل عند الاطفال. عند الادلت لا، هي ليست
ليست يعني surgical emergency عند الأدلت أو عند الإلدرلي unless it is complicated. إذا كانت الإنجوانا الهيرنة complicated. الفيمورال هيرنة لا. الفيمورال هيرنة بغض النظر الفيمورال هيرنة always it is a surgical emergency and need repair as soon as possible. لأنها very high risk for ash for complication. هاي الهيرنة اللي هون بتسميها احنا فيمورال ash هيرنة. أرجوك تركزوا عليها بسألوا عنها بالامتحانات. أمر طيب هنا مرة أخرى هاي الفيمورال ترانجل مرة أخرى البيز تبعه الإنجوانا الليجمنت. اللاترال بوردر تبعه اللي هو الميديال سايد او ميديال بوردر اوف ذا اللي هي سارتوريوس مسل والميديال بوردر عباره عن الميديال بوردر اوف الدكتور لانجوس مسل وال في عندنا الفلور عباره عن في عندنا عضله الدكتور لانجوس مسل عضله البكتينوس مسل بعدين عضله السوس ميجر مسل بعدين عضله الاكس مسل هذول من منطقه الميديال المنطقه الايش اللاترال العضلات في الايش في الفلور هاي اللي هي لاحظوا هنا في عندنا pubic tubercle pubic tubercle هون عبارة عن إيش anterior superior iliac spine لاحظوا الـ بشكل عام هنا في عندي structure الموجودين هنا بالداخل شو هما هاي الانجوال ligament واضح هاي sartorius muscle واضح هنا الدكتور لونجوس muscle هيها واضحة هون structure الموجودين زي ما حكينا اللي هو mister medial levan levan اللي هو vein artery nerve اللي هو ميديال سايد ال عباره عن الليمف نود الاي عباره عن امتي سبيس اللي بيطلع من اللي يمكن ينزل منها الهيرنيا هذا في عندنا فيمورال فين فيمورال ارتري فيمورال نير بيسالوا طلابنا انه الفيمورال هيرنيا شو موقعها بالنسبه للفين او للارتري ولا النير طبعا الفيمورال هيرنيا هي ميديال الفيمورال نير ميديال الفيمورال ارتري ميديال الفيمورال ايش فين بيسالوا امراض عن علاقه الفيمورال ارتري او الفيمورال فين بالنسبه للفيمورال هيرنيا طبعا الفان فيمورال فين او فيمورال ارتي او فيمورال نيرف كلهم عباره عن ايش لترال للفيمورال هيرنيا ارجوك ركزوا على هاي النقطه وسالوا عنها هاي بسالوا عنها كثير اللي علاقه الفيمورال هيرنيا للفان وعلاقه الفان للفيمورال هيرنيا الفان بالنسبه للفيمورال هيرنيا هم شو بالهم هم لترال يعني لبرا الفيمورال هيرنيا الفيمورال هيرنيا بالنسبه للفان الفيمورال هيرنيا هي ميديال ميديال يعني لجوا فهاي بسالوا عنها كثير طلاب بسالوا عنها كثير في الموضوع اذا جابوا لكم اسئله عنها بس بدنا نعرف انه الفيمورال هيرن هي عباره عن ايش هي ات از سيرجي هي يعني ات نيدز ريبير از سون از بوسيبل على العكس من الانجوانا الهيرن الانجوانا الهيرن غالبا عند الادلت مستنى عليها وعند الالدرلي الا اذا كانت الانجوانا الهيرن عند الاطفال عند الاطفال لا ات نيدز ايمرجنسي ريبير لانها هاي ريسك اوف كومبليكيشن عند ايش عند الاطفال يعطيكم العافيه طلاب خلصنا موضوع الفيمورال هيرن واهم شيء متعلق ب مش الفيمورال هيرنيا موضوع الفيمورال ترانجل الفيمورال هيرنيا ما تطرقت له انا راح اتطرق له في موضوع راح ناخذ موضوع اسمه الهيرنيا راح ناخذ الانجوانا هيرنيا والفيمورال هيرنيا بشكل فيها بشكل شويه ديتيلز اكثر يعطيكم الف عافيه طلابنا الاعزاء هنا واضح جدا بالترانجل هنا لاحظوا هيها في عندنا الفيمورال فين هذا الفيمورال ارتري هذا الفيمورال ايش نيرف ماذا يعني بيسالوا عنه امراض في الامتحانات يعطيكم الف عافيه طلابنا الاعزاء